أبو بكر رضي الله عنه. سألوا ما معنى وفاكهة وأب؟ الأب أي كتاب في معاني القرآن قد كده؟ يقولك الأب المرعى، الحشيش الذي ينبت في الأرض، النجيلة، ده الأب. ما تأكله؟ الدواب. يقول أبو بكر وفاكهة وأب، عارفين الفاكهة احنا، ايه معنى أب؟ فقال نهينا عن التعمق والتكلف، أي أرض تظلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا قلت في كتاب الله بغير علم لا أدري. الله أكبر. اللهم ارض عن أبي بكر الورع وعن جميع الصحابة. از ناقه افتادم زمین، دستم برام کاری نکرد، تا خیمه ها راهی نبود، مشکا به روزاری نکرد، دندون گرفتم عشق تو، سینه سپر کردم، نشد خواستم علم داری کنم، رفتم که برگردم، نشد رفتم که برگردم، نشد رفتم که برگردم.